شيخ صالح، في تصوركم لخارطة العالم الإسلامي، من هم الذين يجوز لهم من المسلمين أن يحرموا من جدة؟ لا يجوز لأحد من القادمين من الآفاق أن يحرموا من جدة، وإنما يحرمون من المواقيت التي يمرون بها، سواء جاءوا من المشرق أو من المغرب أو من الشمال أو من الجنوب، لأنهم سيمرون على هذه المواقيت، إما أن يمروا عليها برا أو يمروا عليها جوا أو بحرا، حالون أو محالاة. لكن ذكر الفقهاء أن من جاء من سواكن بلد في السودان، نعم، من جاء من سواكن فإنه يحرم من جدة، لأن السواكن محالية لجدة، والذي يأتي منها خط المعتدل لا يمر بميقات، فيكون أول ما يليه جدة فيحرم منها. هذا الذي ذكره الفقهاء. لعل أخانا من السودان يقصد هؤلاء ويقولون أن سواكن أو بور سودان يقولون أنها منطقة واحدة حسب ما أعلم شيخ صالح، فلعل أخانا يقصد أولئك، أما أهل السودان جميعا فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات كما تفضلتم. نعم، إذا كان ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء، من جاء من سواكن إلى جدة نصا، يعني على خط معتدل، هذا يحرم من جدة لأنها أول ما يليه، ويكون تكون جدة هي أول ما يليه قبل المواقيت بحقه، يحرم منها. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.